أذكر بثلاثة أمور إن شاء الله هي نافعة، نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول. المسألة الأولى وهي مسألة الإخلاص، فإنه من صدق مع الله سبحانه وتعالى نجاه الله جل وعلا من الفتن، ولا بد أن يمحص الله سبحانه وتعالى المؤمنين وأن يربيهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، وقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي علما يحاسب عليه العبد ويجازى على أعماله به. فالإخلاص الإخلاص لله سبحانه وتعالى في جميع أمور العبد. الأمر الثاني هو أن يعمل الإنسان بما علم، وما ذكر الإخوة جزاهم الله خيرا وما قرأ الناس وما درسوا وما يتداولون من نصوص وكلام للعلماء وغير ذلك مما يحث الإنسان على العمل بدين الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى كثير، وكثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، ولكن المقصود من ذلك العمل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يبادر الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي العمل بما أنزل الله، لأن الله جل وعلا ذم قوما وأوقعهم في الضلالة بسبب أنهم لم يقبلوا الحق لما جاءهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وحتى لا يكون للإنسان نصيب من الذين يردون أمر الله سبحانه وتعالى ومن الذين ذموا المؤمنين الذين يقبلون الحق في بادئ الرأي، وذلك لوضوح الحق ولأنه موافق للفطر، فيجب علينا أن نحرص على المسارعة وعلى التطبيق، وأن نعمل بما نسمع وبما نقرأ وبما نتعلم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وكما قال القائل: وعالم بعلمه لا يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وذلك جاء في حديث أبي هريرة الذي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاث، وذكر منهم رجل قرأ القرآن وتعلم العلم وعلمه فيحشر يوم القيامة ويعرفه الله سبحانه وتعالى النعم، هذه النعمة العظيمة، نعمة العلم التي قال في شأنها ربنا سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحاء أو العقيق فيغدو بناقتين كوماوين في غير ما إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة،
وآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل. والذي قال في شأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح لا يغدو إلا ليتعلم علما أو يعلمه، كان له أجر حج أو حاج تاما حجه. ومن فضائل العلم أن الله سبحانه وتعالى فضل الكلب المعلم على غير المعلم، أن أباح ما أمسك، فهذه كلها من المقامات العظيمة لطالب العلم. الذي قال أيضا في شأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال قتادة رحمه الله: باب من العلم أتعلمه خير من إحياء ليلة، وغير ذلك من النصوص الكثيرة من القرآن والسنة ومن كلام السلف في مدح العلم وتعلمه. لكن أهم نقطة هي العمل بالعلم، وإن ذلك مما يعين على الحفظ للعلم أن يعمل الإنسان به. ولذلك لا يجد الإنسان صعوبة في استذكار أذكار الصباح والمساء إذا كان مواظبا عليه، وكذلك أذكار الصلاة وما يعود على الإنسان في يومه وليلته، فإنه يجد السهولة في تذكر هذه الأذكار كما جاءت في النصوص. فهذا يدل على أن العلم أو العمل بالعلم من الأمور التي تعين على الحفظ. كذلك من المسائل المهمة التي ينبه عليها نفسي أولا ثم إخواني، وهي مسألة أن العلم هو الحفظ، أن العلم هو الحفظ، وألا يستكثر الإنسان من السماع فقط، وإن كان هذا شيء طيب، ولكن يجب عليك أن تتسلح بالحفظ بحيث تذكر ذلك متى أردت، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكما قال القائل: علمي معي حيثما يممت، ينفعني قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وكما قال بعض العلماء: العلم ما دخل الحمام. فهذه أمور إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن والشرور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.